هي هي العروس؟ ايه ستي. اي نعم هي هي. قلت لك شلون لقيتيها؟ فعلا بنت حلوه. الحلوه دخلك وكيف شفتيها حلوه؟ مع ان الدنيا ليل وهي بعيده عنا سفر سنه. اي روحي بقى انت الثانيه، الحلو ما بيخبي حاله، العروس فعلا حلوه وجميله الجميلات سبحان الذي خلقها. يا لطيف انت الثانيه، شو راسا بتنبرعي وبتتاخذي؟ والله اللي بيسمعك بيصدقك. لك ليش انت ما استحليتيها؟ لك مو انا ما استحليتها، بس كنت مفتكره واحد مثل نبيل صار له عم يخطب 7 سنين بدون ما يعجب العجب ولا الصيام برجب، كنت مفتكره انه يتجوز ملكه جمال على قد ما كان منون. بس العروسه انا اجيتي للها جميله الجميلات ما بينحكى بحقها ولا كلمه. مو قايل انت بتعرفي ساحه عروس؟ بعرفها، خالتي ساكنه هنيك. بس ليش اذا عطيتي ظهرك للحمرة وانت واقفه بنص الساحه بتلاقي على ايدك اليسار في حارة، بصدر هالحارة في طبيب عيون شاطر كتير. شو المعنى؟ بنصحك تقبريني تروحي لعنده مشان يفحص لك عيونك، بركي هيك بيوصف لك شي كذلك يخليك تشوفي منيح. قال ملكة جمال قال. شو عليه بيعمل له زيارة؟ مبارك ما عملتوا. الله يبارك فيك يا رب، ان شاء الله عقبال عند ابنك واقف. من تمك لباب السماء، وان شاء الله سافروا العرسان على شهر العسل. لا هلا راحوا على سيد مايا يقعدوا لهم شي 10 ايام بالاوتيل، بعدين بيجوا دغري بيسافروا على فرنسا وسويسرا. بالهنا ان شاء الله. الله يهنيك يا رب، وبصراحه يعني انا ما صدقت على ربي، امتى ابني نبيل عجبته العروس وتجوزها؟ ضليت سنين وانا اخطب له، وكل ما الاقي له عروس يطالع لي فيها 100 عله و1000 عله، ويقول لي امي انا بدي اياها حلوه وشقرة وعيونها خضر وتكون طويلة وملفوفة لا سمينة ولا نحيفة من هالحكيها. وليش معصدها كل هالأدوة التانية؟ مشان الأولاد، قال بده أولاده يطلعوا حلوين بيض شقر وعيونهم ملونين لأمه. بس بدك ضميري؟ انتظاركم ما طلع فافوش أبدا، والعروس سبحان الذي خلقها شقفة حلوة حورية من الجنة وعز الطلب. هذا حديثنا عز الطلب. ويا حبيبي هالرب كأنه مفصل تفصيل، يعني مثل ما بده أكتر ومثل ما راد أخد. معلوم، لأنه هي اسمته ونصيبه وخلقاني من ضلعه وعقبال البكاري إن شاء الله. والله يغنيهم يا ستي ببعضهم. الله يحفظك، شكراً لك جارتنا. العفو. بتعرفي انك اسمها لمسما؟ وبتعرفي انه اذا حبوا يجسدوا الجمال بيتجسد فيكي؟ نبيل. وبتعرفي اني لو ما شفتك ما كنت تجوزت ابدا؟ انا يا زينة لما كنت فكر بمواصفات شريكة المستقبل كنت شوفك الك، مع انه ما كنت متعرف عليكي، بس صدقيني يا زينة كنت شوفك، يعني كنت شوف هالعيون الخضر يلي عم يبرقوا برق، وكنت غوص فيهم كأني عم غوص بلجة بحر عميق.
زينة أنت عيونك مو بس خضر، خضر على زيتي، زيتي فاتح، يعني لون بحير وبيخلي الواحد يصفن فيهم ساعات قبل ما يرفع نظره عنهم. كنت شوف هالشعر الأشقر، هالشعر الذهبي يلي مثل سنابل القمح تحت شمس الخريف وهو مفروض على ظهرك مثل شلال الذهب. وكنت شوف كمان هالأنف المشؤول هو عاطي وشك مسحة من الكبرياء الشفاف بدون تعالي ولا غرور. شوف هالتم المكلتم والابتسامة اللي بتزرع الحياة بقلب كل عليل. كنت شوف هالقوام الملفوف وانت عم تتمختري وتتبغددي بدون ما تكوني لا دبة تليتية ولا عصاي طقي. يعني شوف طلتك، شوف أناقتك، شوفك انت بالذات يا زينة، والله العظيم صدقيني. وأخيرا اتحقق حلمي وكل يلي كنت شوفه بفعل الخيال صار واقع ملموس. ارفعي راسك حبيبتي، ارفعي خليني اشوف هالوش الحلو. لا تحرميني يا عمري من التطليع بهالعيون يلي صار لي عم احلم فيهم سنين. سبحان الذي خلقك ما احلاكي، سبحانك يا ربي شو بتحبني حتى بعثت لي هالحورية بطرد بريدي من الجنة. مبروك عليك يا معجباني يا غالي يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا معجباني يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. شبك يا حبيبتي؟ شو ضايع عليك؟ ولا شي حبيبي ولا شي. كيف ولا شي؟ خاتم الألماس هر يعني؟ لا خاتمي ليكو بإيدي. لكان إسوارتك الألماس يعني؟ لا كمان إسوارتي ليكا بإيدي. لكان شو هذا اللي ضاع منك روحي؟ ضفري ضفري. شو هاد؟ الضفري ضفري هر مني هون بهالأمنة وأنا عم بفتح الشنطة. يا رضي فضف، شو الحكي؟ نزل لك دم حبيبتي؟ لا لا. شلون هر الضفر لكان؟ انقبع قبع يعني؟ لك لا مو ضفري ضفري اللي هر. لكان شو هذا اللي هر؟ هذا ضفر تلزيق كنت حاططته. تلزيق؟ ليش هدول مو اظافيرك الحقيقيين؟ لا اظافيري الحقيقيين مقرمطين قرمطه مثل اظافير الصبيان، شي طالع شي نازل، ما بعرف ليش هيك، يمكن كلسون قليل. هاتي ورجيني لشوف. لك شو بدي ورجيك؟ ايدك ايدك، ورجيني ايدك. ايوه اهلين وسهلين، الله يبارك فيكي يا ربي خليلنا ياكي. يا اهلين. مين؟ الارسام؟ لا لسه ما سافروا، بدهم يقضوا شي 10 ايام بسيرناي بالاوتيل. ايه بعدين راسا بيسافروا على سويسرا وفرنسا. لحظه مفادي دخيلك حاطه القهوه على النار، برجع بحكي معك. لا تخافي هون انا حبيبتي هون. اسف لاني رعبتك بس لازم اتصرف. انت هلا روحي انسحبي فورا ولا تخافي، انا محاصره تماما تحت شحاطتي. شو هاد؟ الصرصور لقيته فوق مخدتك. يا حبيبي قال اوتيل 5 نجوم. قال على كل حال انت فوتي على الحمام بسرعه وناوليني كيس من الاكياس الفاضيه لحتى احطوا الصرصور فيه وادمروا الاداره كدليل قاطع على اهماله وانت سيبهم. يلا يلا على عيني. يا حبيبي على هيك اوتيلات ما شاء الله كان 5 نجوم. خذ حبيبي. هاتي
غمضي عيونك حبيبتي، غمضي هالعيون الحلوة، ما بدي هالعيون الحلوة تتأذى بمنظر كريه بصباحية عرسنا. غريبة امتو؟ ما بعرف، كأنه هذا مو صرصور. لكن شو؟ ما بعرف، شي بحير، شي مثل ام 44، ما بعرف شو هاد. لا والنكتة اني مالي شايف هيك حشرة طول عمري. شو هاد يا ترى؟ شوفي هذا رمش عيني. شو؟ هذا بالظاهر صارت مني وانا نايمة. ليش هدول رموشك الطويلة والمقلوبة لفوق مو رموشك الحقيقية؟ لا انا رموشي صار كتير وما لون قلبي، مهما حطيت لهم زيت خروع عشان يطولوا ما في فايده. هذا يا ستي من اللي انت ومالك بالطويل، ابن اختي له عم يخطب سنتين وما كان يجتمع ببنت تعجبه وتخطف له قلبه. بقى انا شو قلت لحالي؟ برقد كنتكم، سبحان الذي خلقها باحلى صوره، الا شيء اخت مشان ندل ابن اختي عليه حتى يروح يشوفها. يا ستي مثل ما خمنتي مضبوط، كنتنا عندها اخوات شيء اكبر منها وشيء اصغر منها. ما شاء الله ما شاء الله، وكلهم هيك جميلات وحلوات وقاطعين الغرام. قد ما تقولي واكثر، ما شاء الله حولهم الخطاب على باب بيتهم، مثل اللي واقف بالدور على باب الفرن عم يشتري خبز. بقى عجلوا واخطبوا، يا بتلحقوا يا ما بتلحقوا، انتوا حظكم. يا الله هلا وقتك انت الثانيه، وين هريت؟ شوفي حبيبتي شو ضايع عليك؟ ولا شي حبيبي ولا يهمك. لكن على شو عم تدوري؟ ولا على شي. كيف ولا على شي يا روحي وانت مخضوضه هالخضة وعم تبحبشي البحبشه؟ عقدك الالماس سرت منك يعني؟ لا. حلقاتك الالماس يعني؟ كمان لا. لك شو هذا اللي وقع منك؟ عيني. شو؟ قصدي العدسة تبع عيني، هرت مني وانا عم اقيمها. ليش انت تحطي عدسات؟ ليش ما بتعرف؟ لا والله ما حصل لي شرف. من زمان وانا بحط عدسات خضر، بيلبقوا لي كثير مو هيك؟ دخلك؟ وعطوكم موعد مشان تروحوا تشوفوا اختها؟ ايه عطونا، عطونا موعد ب28 الشهر. يو وليش اضفوكم هالقدفة؟ على هوا الحكي قال عم يجيهم خطابين كتير وامهم للبنات عاملة اجندة مواعيد مفكرة يعني خصوصي لحتى تسجل عليها كل يوم بيومه وبيت مين اللي جاية وانو نهار وانو ساعة. وباب صقاهم حبيبتي ما عم يتسكروا هن على خطابين رايحين خطابين جايين. ايه ليش ما عاد صف بنات بالبلد غير عندهم؟ هو إذا على البنات في بنات أكثر من الهم على القلب، بس هاتي تلاقي بنات حلوين عن حق وحقيقي. والله النبي نقشت معه نقى أحلى عروس، عقبال ابن أختي يا رب. شبك نبيل؟ ليش ما عم تاكل حبيبي؟ راحت قابلتي، كلي أنت. عم باكل، بس حاجة تتأملني بخاف اتشردق. لا سلامتك من الشردقة. بس بتعرفي القصة مو قصة اني عم بتأملك. لكن شو روحي؟ القصة اني حاسس يعني ما بعرف، حاسس انك ما بعرف شو بدي اقول لك، بس كأنك اليوم حاطة فوندوتان اغمق من العادي.
مو هيك؟ لأنه بيني غامقة كتير مكلحة يعني. بالعكس حبيبي، أنا اليوم مالي حاطة شيء أبداً. يعني أنت هذا هو لون بشرتك الحقيقي؟ تعرف كتير طيبة هالسلطة، دوق دوق من إيدي. لا 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 شكراً، بخاف أتشردق. نبولة صارت الساعة 11 بالبول. قوم نبولة. مينو انتي؟ شو عم تعملي هون؟ هي بسم الله عليك. ولك انا زينة زينة زينة. شبك ما عرفتني؟ شو شايف منها؟ زينة؟ وليش شعراتك هيك غمقوا على غفلة؟ مو كانوا شقر؟ بلا كانوا شقر، بس هدين كبيروكي هدول شعراتي الأصليين. ليش شقارك؟ كان عيري؟ شايف شو صعبة إنه تكون الوحدة ست؟ يعني إذا بتقضي عمرها كله ورا المراية ما بتخلص، هيك النسوان شو بدك تساوي؟ تشرب شيء استاذ؟ اي نعم، قهوة سادة مرة. نبيل وينك لهلا؟ تأخرت كتير. صحيح، بس كنت حابب أقعد مع حالي شوي. انشغل بالي عليك، ما بصير هيك نبلو. سلامة بالك. بعدين ليش لحتى تقعد مع حالك؟ هلا صرت متجوز وصار في إلك زوجة بتقدر تقعد معه وتصارحها بكل شيء، ولا شلون نبلو؟ صحيح، بس هذا إذا كانت الزوجة عندها استعداد للمصارحة بكل شيء. ما فهمت عليك. هلا بلا ما نضيع وقت خلينا نمشي فورا. لوين؟ بالسيارة بقلك. طلبك غريب كتير. وين الغرابة فيه؟ يعني ليش بدك تشوف صوري وأنا صغيرة؟ وشو المانع؟ هو ما في مانع، بس ليش؟ بعدين بتعرفي. اطلع جيب الصور وانا عم بستناكي هون. ما بدك تسلم على ماما وبابا؟ معلش معلش بعدين، جيبي صور وتعالي انت هلا. الصور هاي لما كنت بصف العاشر، كنا رايحين رحلة أنا ورفقاتي على الغوطة، كنا عم نساوي تبولة. وهاي بعد فحص البكالوريا،
واقفين جنب المدرسة أنا ورفقاتي عم نكب الكتب والدفاتر بزبالة. خلاص خلاص مشي الحال. شو يعني مشي الحال؟ صدق ظني وطلع مثل ما توقعت تماما. نبلو ما عم بفهم عليك. رح أقلك، شايفة منخيرك بالصورة هون قديش كبيرة؟ أنا؟ شبك نبولتي؟ مالك شايف أنفي هلأ شلون صغير وململم؟ شو بدي بي هلأ أنا؟ الأولاد بكرة حسب أي نسخة رح يجوا؟ حسب النسخة الأصلية ولا النسخة المحسنة؟ استدليتي على العنوان، فهمتي علي مني؟ لك فهمت عليكي، شو شايفتيني بغلي؟ ليكي حبيبتي عنوانه ما بيتوه حدا، بس المهم انه ابن اختي لحق يخطب له شي اخت من اخواتها قبل ما يجي حدا قبلنا ويطلبها. والله ما بتعرفي، كله على اسمي والنصيب. تقبريني بركي انت من عندك بتحكي لنا هيك مع كنتك العروس بترفعينا من رايه ابن اختي، انت ادرى الناس مين ام نبيل، ويعني مو لانه ابن اختي، لا ابن اختي شاب محرز، محرز كثير. اي والله والله والنعم والسبع تنعامكم. بس دخلك هالعرسان مالي عرفانة وين غاطسين من يوم العرس لهلا. على كل حال بكرة مسافرين على سويسرا وفرنسا، بدهم يكملوا شهر العسل. طيب شو لي إجوا ولاد أختي ياخذوني يعني زمروا لي خاطرك أم نبي. الله معك، لا تنسي خبريني شو بيصير معك بس ترجعي. ها حتى شفايفك هون بالصورة رقاق كتير وضيقين أمر من شفايف فريد الأطرش الله يرحمه. شو نفختيهم بالظاهر؟ قليلي عن مكشوف لا تستحي. شو نفخة كمان؟ الحمد لله عينات صار جاي زيارة لبيت حماد استناني هون. إلهي يجعله عديلك بجاه النبي إلهي وسيدي مولاي. مرحبا أستاذ نبي. أهلين وسهلين جارتنا، أهلا وسهلا. إن شاء الله ألف مبروك إلهي. الله يبارك بعمرك ويخليك يا رب. شو أنا عروستك ليش مو معي؟ شلون مو معي؟ ليك وينة؟ شحة قدامك. هاي هي زينة ما عرفتيها؟ هاي هي. قلوا الله أحد. ليش هيك شكلك مقلو؟ إيه أنا بعرف، سبحان الذي يغير ولا يتغير. زينة بدي أسألك سؤال. تفضلي. أختك بتشبهك ولا أحلى مني؟ أنا وأختي الخالة الناطق فولة وانقسمت نصين. لا إيه هيك ما رح يمشي الحال بنوب. أنا حال؟ إيه لا لا ما في شي أستاذ نبيل، بس كنا نحن رايحين مشوار وبطلنا. إيه كل شي من أوله ما هو نو. طلع طلع نص الصباح. شبك نبلو شو ضايع لك على شو عم تدور؟ شبك نبيل في شي؟ لك ما بدك تقلي ولا ما بدك تقلي صباح الخير؟ شو في؟ لا تجنني نبلو على شو عم تدور؟ طقم اسناني حطيته بالدرج مثل كل يوم بعد ما تنامي وهلا وقع مني وعم دور عليه لقيته فيها مسؤوليه المساله.